ومن العلامات الصغرى للساعة أن بعض الناس لا يسلم على بعض إلا إذا كان يعرفه، وهذا شيء واقع. إذا مر إنسان بإنسان ولا يعرفه لا يسلم عليه بحجة أنه لا يعرفه، وهذا خطأ عظيم. ولذا في المسند قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وعند أحمد: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة.